السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من موقع اودو odoo.com بنشوف أمثلة على الـ ERP Enterprise Resource Planning. أنا مثلا عايز أشوف الكونتاكت، تقدر تدخل الكونتاكت بتاعتك هنا، تقدر تضيف أشخاص آخرين بحيث إن تحب تتواصل معاهم، تعمل سيرش مثلا على أي حد معين، ولكن مثلا عايز العنوان بقى تبدأ تكتب العنوان، الـ Job Position، الفون، الموبايل، الايميل، التايتل، الويب سايت بمعرفية، اللغة، تقدر تضيف الصورة اللي انت عايزها، لو في اي ميتنج هيظهر هنا تمام، وقوله سيف هيبقى موجود بحيث ان ممكن في اي وقت وانت شغال كبروجكت او شغال كذا يظهر معك الشخص دوت، فتقدر تبعت له اساين تو وتبقى مكلفه بمهمة او هو يبعت لك مهمة وهكذا.